بتاعتنا. اربع حبات بطاطس شرايح، بقطعها زي صينيه البطاطس وبحمرها في الزيت. اوكي، ادي البطاطس بتاعتي، بطاطس شرايح محمرها في الزيت، بصلايه كبيره شرايح، قرن فلفل حراق، حبات فلفل رومي شرايح، جزرايه مبشوره، معلقه كبيره اوريجانو، ومعلقه بابريكا وسط يعني مش كبيره قوي. الصوص بتاعي او البشاميل بتاعي هستعمل 3 كوبايات مرقه خضار، نص كوبايه كريمر نباتي، وثلاث معالق كبيره مليانه دقيق. يبقى من تاني، اربع حبات بطاطس شرايح، هقطعها شرايح زي صينيه البطاطس وحمرها في الزيت، بصلايه كبيره شرايح، قرن فلفل حراق، حبات فلفل رومي شرايح، جزرايه مبشوره، معلقه كبيره اوريجانو، ومعلقه بابريكا وسط. الصوص بتاعي 3 كوبايات مرقه خضار، نص كوبايه كريمر نباتي، وثلاث معالق كبيره مليانه دقيق.